السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العرب في الجاهلية يوصون بما لديهم من أموال وخير للأبناء، ويهملون الآباء والأقرباء، وكانوا أحيانا من باب التفاخر يوصون للبعداء ويتركون الأقرباء فقراء. ثم أتى نور الإسلام، وأراد الله عز وجل أن يخرجهم من غيهم وضلالهم، فأنزل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والوصية إما أن تكون شفاهة أو كتابة، وتكون بحضور الأوصياء والأولياء والشهود والورثة. والأوصياء هم المكلفون بمتابعة تنفيذ الوصية، وإن ذكر في الوصية قُصّر لابد من أولياء مسؤولون عن نصيبهم في الوصية. ولا ننسى أيضا الشهود الذين يشهدون على صحة الوصية إن اقتضى الأمر لذلك. وأحيانا لا تكون الوصية على هوى البعض، فماذا يفعلون؟ يتربصون كاللصوص وينتظرون الفرصة المناسبة، وينقضوا على الوصية بالتغيير والتبديل، إما بالزيادة أو النقصان أو الكتمان، ولكنهم نسوا أن الله سميع عليم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدل وغير الوصية بعدما سمعها وعقلها، ويكون ذلك بالزيادة أو النقصان أو الكتمان بالكلية، وكانت الوصية مستوفية للشروط وبالمعروف، لا ظلم فيها ولا جور ولا معصية، فإنما الذنب والإثم على من بدل وغير، وأما الموصي فقد وقع أجره على الله. ولا شك أن من بدل وغير بالوصية قد خان الأمانة، وقد تعدى على حق من حقوق الله وعلى حق من حقوق الآخرين. فماذا يفعل إن أراد التوبة؟ أولا يتوب إلى الله، ثم يرد الوصية إلى أصلها، ويعيد الحقوق إلى أصحابها. إن الله سميع بالوصية، عليم بالنية، لا يفوته شيء، يسمع ويعلم كل شيء. نسأل الله العظيم ألا نكون ممن بدل وغير الوصية بعد سماعها ظلما وعدوانا. جزاكم الله خيرا.